تلعب امورك كلها محتاج اي شيء. هتبدا بالاول اول حاجه ابدا بكيك الكرواني تمام. اول عندي خمس بيضات معاها 150 جرام سكر. طيب انا ثانيه واحده بس كده، اتمنى من زميلي في الاعداد رباب لو سمحتي نزلي لي مقادير. انت قلت ايه؟ رواني. الرواني وثبتيها على الشاشه شويه عشان امهاتنا ياخدوا سكرين شوت او ياخدوا صوره من على الشاشه ونتكلم في الشرح. اتفضل. تمام. عندي اول حاجه خمس بيضات معاها 150 جرام سكر. 150 جرام سكر بتكلم بكل التفاصيل بحيث ان ايه تطلع مظبوطه في البيت. النبي. تمام. الحلويات بالذات دي لو جرام الجرام بزاد او قلب يفرق معانا في الطعم وفي التست. تمام. مظبوط. فننزل مثلا 150 جرام مع 150 جرام سكر مع الخمس بيضات يضربوا مع بعض الاول. تمام. بعد كده هيكون مجهز الزيت 150 جرام زيت. تمام. واكون مجهز الدقيق بتاعي 300 جرام دقيق معاها 100 جرام سيمولينا. تمام. مع ورقه البيكنج باودر. تمام. تمام. ومعانا ايه الفانيليا طبعا عشان خاطر ايه الزفره بتاع البيض. تمام. اول حاجه التركيبه بتاعتها. تمام. انزل بخمس بيضات. يلا يا باشا ابدا على طول. بسم الله وتوكل على الله. بسم الله. اول حاجه طبعا بسم الله. يلا خمس بيضات. شفنا انت واقف على ايه؟ انا هبتدي اشتغل في البريوش. ماشي. جرام سكر. استنى بس لما يخلص جملتين ماشي. عشان ينزل حاجته وكان يخش على حضرتك على طول عشان بس ما نقطعش الايه اللحظه دي. طبعا لازم انزل بالفانيليا. يبقى نزلنا الاول بالبيض. البيض والسكر اول حاجه. والسكر والفانيليا. الفانيليا. بس كده. الاول. اول حاجه. نبدا بعد كده نخش نضربه اول ضربه. صح كده؟ تمام. البيض والسكر يتضرب الاول. تمام. مش على العجينه واحده واحده. اكون بقى مجهز الدقيق بتاعي. منخول ولا عادي؟ لا منخول. ليه؟ متعدد الاغراض. ليه منخول؟ اقول لك ليه؟ لان الدقيق نفسه لو مش منخول يلاقي الكيك في الاخر بيخرز. ليه؟ الدقيق بيخرز. بيكلكع يعني. بيكلكع. حلو قوي. يبقى احنا لما ننخل من التمام. تمام. اكون جهزت 300 جرام دقيق معايا 100 جرام سوميلينو اللي هو الدقيق البسبوسه. معلقه بيكنج باودر. تمام. الثلاثه دول هجهزهم مع بعض. بس اول حاجه لما البيض والسكر يضربوا كويس على حافه العجان طبعا هيكون مجهز 150 جرام زيت. تمام. بس البيض والسكر يضربوا كويس يقلع معايا. طيب هجي لك تاني.